أتلتيكو مدريد لمقر الإقامة الخاص به بمدينة برج العرب، واستعدادا للمباراة غدا أمام طبعا النادي الأهلي، وهي مباراة أكيد هامة، والهدف الأساسي منها هو هدف وطني من قبل النادي الأهلي. خليني أقول لك إن في هذه اللحظات بيتوافد لاعبي أتلتيكو مدريد للدخول للمقر الخاص بهم هنا في مقر الفريق في برج العرب. زي ما احنا شايفين يا زميلي أستاذ إيهاب، طبعا لاعبي اتلتيكو مدريد والنجوم الكبار بفريق اتلتيكو مدريد في هذه اللحظات بيدخلوا للاوتيل. طبعا في العديد من المعجبين بهذا الفريق وبلاعبي هذا الفريق في انتظارهم، واكيد بيحاولوا ان هم يلتقطوا بعض الصور التذكاريه مع لاعبي اتلتيكو مدريد. لكن خليني اوضح ان مسموح ليهم التقاط الصور لكن في ميعاد محدد هيكون غدا بالنسبه للمعجبين او المحتاجين او اللي عايزين ياخدوا بعض اللقطات او الصور التذكاريه مع نجوم اتلتيكو مدريد. زي ما احنا شفنا طبعا العديد من اللاعبي الفريق ونجومهم يا استاذ ايهاب، سواء انطوان جريزمان، فرناندو توريس، يمكن فرناندو توريس في الخلفيه زي ما شفتوا، اكيد توماس بارتي، ادري كوريا، وايضا انطوان جريزمان، كوكي، بعض اللاعبين طبعا النجوم الكبار لفريق اتلتيكو مدريد. لكن خلينا اقول ملحوظه هامه جدا وهو خاصه باللاعب دييجو كوستا. يمكن دييجو كوستا ما حضرش فريق اتلتيكو مدريد، خصوصا ان فريق او اللاعب دييجو كوستا بالتحديد كان في صفوف تشيلسي قادم من اتلتيكو مدريد، وتم بيعه وعودته لفريق اتلتيكو مدريد مع اغلاق سوق الانتقالات الصيفيه بعد ما اغلقت. فبالتالي ما كانش ليه او ما كانش مسموح بالنسبه له ان هو يشارك على مدار الفترات اللي فاتت مع فريق اتلتيكو مدريد. دييجو كوستا طلب بالفعل ان هم بعد ما احنا سالنا في المطار فور وصول فريق اتلتيكو مدريد، دييجو كوستا كان طلب بالفعل ان هو يشارك في هذه المباراه، لكن الطلب ده قدمه ايضا فريق اتلتيكو مدريد للفيفا، لكن تم رفض الطلب نهائيا، والفيفا يمكن اختارت فريق اتلتيكو مدريد عدم السماح بمشاركه دييجو كوستا في اي مباراه سواء وديه او رسميه مع الفريق الا مع بدايه شهر يناير، يوم 1 يناير بالتحديد يقدر دييجو كوستا ان هو يشارك في المباريات بشكل طبيعي. لكن اكيد بخلاف دييجو كوستا في العديد والعديد من نجوم اتلتيكو مدريد واللي هيكونوا موجودين في هذا المهرجان الخيري غدا ان شاء الله امام النادي الاهلي، واللي بينتصروا اكيد العديد من جماهير الكره المصريه وبالتحديد جمهور النادي الاهلي، وايضا بالتحديد ال 60,000 متفرج اللي هيكونوا متواجدين ان شاء الله في مدرجات استاد برج العرب. لو في اي استفسار يا استاذ ايهاب اتفضل انا معاك. أمير بشكرك وإن شاء الله هنكون متواصلين معاك.